هاي سنابشاش، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اخر مره تسرحت الاخطبوط، كثير منكم حبيتوه وكثير منكم طلبوا مني اني اعمل لكم تسريحات ثانيه، فقررت فرجيكم كيف بعمل تسريحات او كيف بخترع، لانه بجي بس بخبص بشعري فجاه بيطلع معي تسريحه. فاليوم رح اعمل معكم جيتنج ريدي، اوكي؟ طالعين هلا بعد شوي انا وغيث رايحين لعند لينو كريم، ف قررت اني اجرب هذا الكيرلر من يومي، من موقع يومي، اوكي؟ طبعا عندي اياه من زمان، عندي الست كامل، بس اخر مره استعملته حرقت كتفي وما قدرت استعمله لانه شعري كان كتير قصير. فبما انه طولان قلت لحالي جرب، لانه انا كتير حابه الموديل هذا الويفي الريترو، بس ما عم بقدر او ما عم بعرف اعمله مزبوط، فقلت لحالي خليني اخبص وجرب معكم. اوكي، سو حطيته وشعلته، هلا حاليا اتس هوت. اللي بعرفه رفيقتي علمتني من زمان وعملت لي اياه، انه لازم احطه خليه شوي طول بعدين شيل وارجع احطه تحت، هيك انه 1 باي 1. انا بالنسبه لي كثير صعب. ما بعرف ليه، انا فيني اقعد اعمل تسريحه ولا اني اعمل كيرل وهيك لحالي، انه بدي حدا يعمل لي. خليني اجرب. اوكي، راح اشط شعري لفوق، طبعا ما بعرف اذا راح يزبط لاني مسشوره شعري امبارح، عملته بالدايسون. رهيب رهيب. اوكي، خليني اخذ هاي الخصله، اعرف اذا هاي كبيره ولا صغيره، بدي اكتشف لحالي. اوكي، هيك ولا هيك؟ يمكن هيك. خليني جو. انا خايفه احرق حالي. اوكي، حرقت حالي. اوكي، راح اتركها هلا. اوكي، انا حاليا متشنجه. اوكي، حاسه انه لازم نطول كمان. اوكي، حتركها. ما بعرف قد ايه اتركها، قالت لي رفيقتي طولي، فبعرف شو قصده بيطولي. اوكي، راح احطها هلا لتحت. وحطول. اوكي، شو ما بحس انه عمل كتير كيرل، يمكن لازم نطول اكتر ثانية. لا، اوكي تمام. اوكي، ارجع عيدها، حارجع عيد عليها بس مشان اعرف المدة، مشان خلص صير بروفيشنال. هي كتير سهل الاستعمال وكتير ظريفة. اوكي، هالمرة رح طول كمان شوي. كيفكم؟ شو اخباركم؟ رايحين لعندين كريم مشان نشوف البيبي الجديد. راح البس بلو لانه البيبي بيبي بوي. اوكي، فرجيكم الاوتفيت بعد شوي، حخلص شعراتي وكمان اعملكم المكياج اللي صار لي يمكن اسبوع قاعده عم بعمله. اوكي، شكلي اوفر طولت، خليني انزل هون. لا، نزل كمان لتحت. اوكي، خلص انا حكمل، لانه يمكن الخصل التحتانيات بالعاده عموما حتى وقت اعملهم كيرل ما بعرف ليه ما بيمسكوا كتير منيح، لانه يمكن اقصر من شعري اللي هون. ويل سي. اوكي، بدايه جميله. اوكي، فلسه شو هون، شو عم بيصير؟ انا بس اكره شيء عندي، تقسيمه الشعر، ما بعرف اقسم شعري. اوكي، هاي بدي اعملها من ورا. لا، كيف بدي اشوف؟ ثاني خليني اعملها من هون. اوكي، خلينا نشوف ماذا سيحصل. كيف بدي اعملها هاي؟ لحظة، تلبكت. كيف بدي اعملها؟ هحاول اعملها من هون. لحظة، أنا عملتها هيك. أوكي، أوكي، تمام. وطول. أوكي، عطشت جماعة، هذا تذكير مشان تشربوا مي.
الحمد لله. اوكي طولت زيادة ولا شو؟ لأيمتى بدي ضل هيك؟ اوكي رح شيلها ارجع نزلها. ليه؟ اوه شفتوا كيف طارت؟ اوكي لا اتركها طول طول. انا شخص جدا عجول فهي الاشياء يعني بدي هيك شيء سريع سريع. تفضل تعي ميري شكرا حطيها على التخت. اوكي ما بعرف الضابط لاني انا مو شايفه بس رح نسلك الامور ورح نكمل. خليني اشوف هلا انا جهه اليسار شوي اصعب ف خليني اشوف لاني ما عم بعرف اتحكم بايدي. انا بس يعني انه مو كتير شاطره بهي الاشياء. لا اوكي هلو وقع وخصل. اوكي بسم الله. حرقتها. اوكي هو غلط لاني انا مو شايفه شعراتي بس اوكي مو مشكله. يا رب تاخذ ايدي هلا بس اقسم شعراتي اللي فوق. او ماي جاد في شغله على التيك توك جربتها كان بدي هلا غيس اجربها هلا بخلص بصور لكم اياها. يلا اوكي رح انزل شوي لتحت. اوكي انا المفروض شوف شعري عشان اعرف ولا لا ولا ما خلص. اوكي لا ما طولت مستعجل حبيت كل شكله ناتشرال. يمكن وقت يكتروا كلهم بيطلعوا احلى بس ما بعرف. ما بعرف اذا هذا الشيء صح ولا غلط ولا شو عم بيصير ما بعرف. اوكي سو هاي مفروض تكون هي. اوكي بسم الله بسم الله. خايفة عقدني ما عم شوف كتير قريبة لعقدني. خلص هيك تمام. اوكي اوكي هي الخصلة شكلها ظابطة شكلها حلوة وظابطة. ما بعرف ليه هيك قلت بس ما بعرف هيك حسيت. دول مو سخنين. اوكي كنت خايفة على الفاضي. اوكي شفتوا هدول حلوين. اوكي 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 تفائلت. انا بس بدي اخلص بسرعة لانه ما بحب طول وانا عم بتجهز. يعني انا بتجهز ماكسيمم 20 minutes. اوكي وبحاول اقسم اسمات كبيره يعني مشان اخلص بسرعه. تمام اوكي بدي بلش من ورا لقدام اسهل لي. اوكي تمام جاي اقول اخذت ايدي عم بحرق ارض راسي. اوكي خلص لكن رح اخلص شعراتي وفرجيكم. انا لسه بنفس المرحله اللي تركتوني فيها. انا نفسي وصل لمرحله الاوتفيت كمان بس يلا يلا حبيت النتيجه يعني حسيت حالي اخذت ايدي شوي ف ساعتها بفرجيكم. ثانيه خليني اخلص. اوكي قررت مشان اسرع العمليه نادي غيث يساعدني. اوكي بيب شوف اتس فيري ايزي. اوكي تعرف الجهاز لمين؟ يومي. لا والله هذا هو. ايه اوكي, أوكي. اسمع اوكي لانه انا عم ظبطها صار شيء ريحه حريق. اوكي بيبي بدي اياك تعمل لي شعري. اوكي هلا انا بس جهه اليسار كثير بعاني فيها. أوكي. تمام ايش هالست الحلو. سوري عندي مكان ضروري. خايف.
يلا قليلي. اوكي ثانية تقريبا رح خلص. هي بس مشكلتها انه انا تعبت يعني فبدي حدا يعمل لي. هلا انت عملتي هون؟ ايه وعملتي هون؟ هيك عملت هاي. شو ضل باقي؟ اوكي ضل باقي هاي الخصل كله هون. وال اوكي حبيبي ليش نطلع؟ خلص نضل قاعدين بالبيت. بيب هلا مشان نستعجل. اوكي حطي الابل فيجن واعمليها. شوف تحط هاي هون. اوكي ثانية مو لأنا اتعلم لعلمك. سو بتحطها هيك all the way up. اوكي وبتتركها. طب شو رايك تحلقي مثلي؟ يا ريت. وبتتركها هيك اوكي for like 20 seconds. تمام بس تخلص بتشيله وبتكمل لتحت بس. استغفر الله العظيم في دخان عم بيطلع هيك في حريق عادي. اوكي ننزل شوي لتحت هيك. لا. اوكي بس فهمت يعني انه بس عم نكمل الخصل ما في شيء صعب. طب ليه ما عملتيها بدايسون مثلا؟ امبارح عملته بدايسون بس قلت بدي اجرب شيء جديد. اوكي صار لي يومين عم استعمل جهاز دايسون. اوكي بس عم بعمل هاي الخصله لانه ما اخذت كثير يعني ما انا اتس نوت هارد. شفت انا شفت شو انا عم بعمل؟ لا صرت عم بشرح. اوكي واو حبيت. اوكي اوكي ميم حاقسم لك اياها. اوكي ميم مو مسخرة الموضوع. اوكي في حرق. لا اكيد طبعا في حرق. ايه عادي تحرقني. ايه امسك. اوكي اوكي سما هيك بالنص كم واحدة هيك. اوكي هلا هاي الخصلة كلها ما بتزبط في بها بلا بتزبط. جرب. اوكي بيب. افتحها. لا نزلها من. اوكي نزلها من تحت تكون اسهل لك. لا من اوكي اوكي تركها. برافو عليك يا غيث. بس فوتها شوي لجوا مشان انه لو سمحتي ما تدخلي بشغلي. اوكي خليها for 20 seconds. والله في ريحه حرق يا جماعه. حبيبي عادي هذا هذا الكيراتين اللي بالشعر. الزيوت. حاطه كيراتين بشعري؟ لا حبيبي انت ما بتعرف انه انا عم دور على الكيراتين بالبيت مش عم لاقي كيراتين. انتوا بتعرفوا انه الشعر بيفرز ما على فكره صرنا يمكن 30 ثانيه. اتس اوكي اتس اوكي. لا انزل لتحت شوي. انت هلا ماي معتمد هير ستايلست لهذا الموديل. لا 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 خلص تعلم. لا لا انت مش فاهمه. لا هي بس هالمره. لا انا على الطلب. حرام على الطلب. ليش بتعمل شعر حدا ثاني غيري؟ طبعا. كيف يعني؟ حسب شو؟ حلوه مو حلوه؟ اكثر. لا اللي بيدفع اكثر. شو هلا شوي وبتشيلها وخلص بتلاقيها جاهزه. الله يعينكم اقسم بالله مليت. شفت وانتم بتجوا بتصرعونا بنص النقل. لا انتم بلشوا ابكر يعني هاي مش حجه يعني فهمتي. بلشي ابكر من الوقت خلص بيزبط. طب انت اخر وقت الطلعه ليك. والله حلوه احلى من اللي انا عم بعملها. كمل بيبي. شو والله احلى. والله يمكن ولا اسمع الوار قصير. قربي شعرك لهون ثانيه. هل هي رح تكفي؟ جيب الخصل هيك لهون ثانيه. شدها منيح وحطها هيك كلها. اوكي من تحت بلش. لا مو هيك. لا تدخل. اوه حرقت اصبعي. بدي كنسل الشغله هي. شيل الخصله لهونيك. لك ما تتدخل لو سمحتي. طب نزل الشعر عشان ما يوقف حبيبي. هي بدي ارجع عيدها شوي. حسيت نزلت مشكلة. والله حاسس بينحرق الشعر. الشعر أرض الرأس بيفرز مادة الكيراتين طبيعية هي زيوت الشعر. أليكسان كانسل. لا تعالي تشرحي. أنا عم أقول لك إنه في زيوت طبيعية الشعر بيفرزها. أليكسا كانسل. عم ترد علي أليكسا هون. أنت وقع. هن المهتمين. انت مو مهتم ما بيهمني. زيت
ما بحب هالحركة بستعملها بختنق. ما تصلنا دقيقة أشيل؟ لا هلا الخصة بتوقع معنا. طب في شعر بيكون مجعلك يمين يسار، هذا شو وضعه؟ شو شعر؟ لازم بلاقي شعر عاملي هيك وسام بروح بتعجب بتطلع عاملي. ايه طبعا لازم تحطها ممسدة. شو لازم أول شيء تعملي له ستريتنر بعدين تعملي له هاي؟ لا شو بيطلع أرتب؟ اوريدي شعري ستريتنر من امبارح، ما استعملت الدايسون اير ستريت. في منتج ما استعملتيه لسه؟ لا لسه، في هذا ست له ست كامل، ففي اشياء تانية ما استعملتها. واو الفوليوم بيب بيب اي لاف ات اي لاف ات بيب والله اي لاف ات. ليك تبعي ليك تبعي وليك تبعك على فكره نفس الشيء. ما نفس الشيء انت عشان أوه. شو واو الاسم بيرفكت. اوه اوكي هلا انا الغره انا بعملها الحمد لله. بخاف لانه خليني اعملها. لا اعلم لك عجبيني كيومي. لا اوكي لا مس... لا تتدخلي. ما حبيتك ما حبيت تعمل لي شعري انت متبهدل. المشكلة هذا يدخل بشغلي. المشكلة شعري مو شعرك يعني. هذا الجهاز انا ماسكه صح؟ سوري يعني شو بدي اقول لك؟ تحولت ليومي انت يا ادم متبهدل بس مسكت الجهاز ولا شو؟ بطل اكف. اوكي خلاص؟ لا استنى لك شوي كمان. وصلنا دقيقتين. لا حبيبي او ماي جاد عندك حتى التايمر مضروب؟ اذا سناباية واحدة دقيقة كيف صار لك دقيقتين؟ دقيقتين بالحقيقة. خلاص هشيل. انت بس مليت. لا اعوذ بالله انا كثير مبسوط. احلى شيء في حياتي انه طبعا عم تعمل شعر مرتك. شو بدك احلى من هيك؟ طبعا. طب لو تركناها هاي مثلا دقيقتين شو بصير؟ ما بينحرق الشعر. بيوقع هيك؟ ايه بيوقع هيك. والله؟ ايه. طب خلينا نجرب. لا والله شو؟ لا بخليه يجرب تجرب على شعرك. والله شطور. أول مرة بحس إنه كلمة شطور إهانة. بس ما حلو كيف عم يطلع الشعر؟ اللي عملتيه أنت أحسن. كيف يعني؟ حسيته أرتب. أوكي خلص. أوكي بيبي هاي. لا أنا حبيت اللي أنت عملته لأنه حسيت فيه فوليوم. بس دقيقة دقيقة بشط لك إياها مشان تاخذها مرتبة، خدها هيك. ما تتدخلي! ليه حطيتها هيك؟ شفت ما تتدخل اللي قلتها قبل شوي؟ ايه عشان هالجملة. سو؟ ايه شفت ايش هالسبت الحلو؟ عينك كشك حلوة. عينك كشك حلوة؟ ايه ايش هاي ريمكس؟ عينك كشك حلوة. مين جاب لك اياه؟ انا والله اشتريته. طلع ايه هذاك حلو فكرة. عجبك؟ كثير. خلص بشتري لك منه. تشتري لي منه؟ اوكي قد ايش صرنا دقيقتين صح؟ خلص بكفي. اهم شيء من كثر ما صرت بروفيشنال صرت عم تعملها هيك وانا من شوي عم عاني وانت هيك منقفة ايدك. شفتوا يا جماعة انه لازم حدا يعمل لكم يا اسرع واسرع. منيح انه شعرك مش طويل. تخيلي مثلا انا هلا لسه رايح لهونيك عشان اكمل شعرك مثلا. منيح انه حيخلص. شو يضحك يعني. انا قاعدة عم طول شعري وبيجي راسه واحد راسه بمربع بيقول منيح انه شعرك قصير. انت عن جد بيلبق لك مثل تبع راسك مربع؟ بس انا ما بعرف شو معنى راسك مربع بس هو عن جد راسك مربع. كانسل. You are rude. You are rude. You are very rude. يلا خلص. الحمد لله. شكرا. حلوين صح؟ ايه. لا اي حدا بده يعني يسوي لي شعره. دي ام. عملوا له دي ام. دي اميز. اوكي بس بدي اظبط هاي الخصلتين. حسيت انه كان بدهم كمان.
خايف تعمل هدوء. امزح وياك. باي باي. ضحكت عليه بكذبتين، خليته يعمل شعري. شو تخلصها بسرعة. اوكي نزله. والله اللي عم يعملون غيث احلى. شو هاد؟ كيف عم يعملها؟ اوكي حطول. عرفت وشي؟ اوكي يا جماعة حسيت هاي زبطت اكتر من هاي، بس يلا مو مشكلة. واو حبيت، حسيتهم هيك كيرلز بس انه على الخفيف. حبيت جبتهم لهون. هلا بحاول صفف، شوف شو فيني اعمل، او بخليهم هيك، او بسحبهم هدول لورا هيك، او باخذ هدول لهون. هلا بشوف شو بدي اعمل. بس حاليا بدي اعمل ماي ميك ابز. اوكي رح خلي هاي شاعلة مشان اذا بدي اعدل او اعمل شيء. حطيت مرطب انا من شي ساعة، بس رح ارجع عيد مشان الميك اب. اكشلي انا عم حط المرطب بس مشان بشرتي تكون شايني وجلوي. عايزة اعمل زوم ان. اوكي لانه ما عم حط شيء، لدوب نقطة. اوكي سو هلا رح اخذ الكونسيلر وعن جد رح احط هيك نقطة نقطة. اوكي وفي اي مكان بدكم تحطوا عليه هيك هحط هون وبس، شوي هون وبس. هلا رح اعمل بلند بالفرشاية. اوكي وقف التصوير بسرعة. عم بعمل بلند بس تحت العين، ما بدي عم مده لفوق بس ما عم مده انه لتحت. اوكي هلا بس رح اعمل بلند هيك سريع يعني عشوائي. اوكي مرة ثانية العين الثانية. حكي انت. اوكي وهون. اوكي سو هلا راح احط ال بلاش نقطين نقطين هون هون. اوكي و رح مكسه بلون تاني افتح منه بيعطي جلو حلو. بس لاقي اوكي هدول احلى بلوشات استعملتهم بحياتي. اوكي راح استعمل فرشاي. اوكي سو حطيت البلاش على بشرتي مو على فاونديشن او على كونسيلر، لا على بشرتي. اوكي راح نعمل بلند للبلاش بالمكان اللي حطينا فيه الكونسيلر مشان ما يبين انه احنا حاطين فاونديشن على او كونسيلر على جبهتنا. كان احط فلاش ولا ما كنت حاطه فلاش. اوكي
هلا بدي احط كحله جوا العين. وينه؟ انا بس مهمتي وقت اعمل مكياجي اني ادور على الاغراض، كل مره بحطهم بمكان مع انه مرتب يعني، بس انه ما بعرف ليه هيك. ممكن هون. اوكي سو رح احط جوا العين، رح اخذ هاي نزل. اوكي اوكي تمام تمام اوكي. هلا رح اخذ فرشايه ورح اخذ لون برونز مثل هذا اللون اللي تحت، اوكي، ويدوب يعني بس فيكم تقولوا لون الجفون، اوكي، واهم شيء اسحبها لبرا وهلا بتشوفوا شو رح اعمل، اوكي، يدوب اسحبها لبرا هيك، اي شيء يكون نفس لون البلاش مثلا او ترابي، الوان ترابيه ما يكون اوفر، يكون كانكم حاطين شيء بس انه سمبل مو اوفر. رح نقعد ببيت نشوف بيبي، ما رح احط فول ميك اب يعني. اوكي حاليا هي النتيجه، حبيت زيد شوي بس هون على طرف، ونفس الشيء بالعين الثانيه بس مشان يظهر شوي، لانه حلو الالوان الترابيه مع الكحل جوا العين بتعطي كونترا حلو. كونترا مين؟ كونتراست كونترال. اوكي الحركة فجأة أو دغري بنتمسحب العين، أحسن من نجيب كونسيلر ونقعد نرسم السحبة. أوكي سو مش كان بدي أعمل بودرة العين، عم بنسى أحط هالأيام، نثبت تحت العين شي بسيط يعني هيك. أوكي بنمشي مع السحبة بس. أوكي بس الأماكن اللي حطينا فيها هون أهم شيء، لأنه ما بدي إياه يلمع بس. وهلأ رح أخذ فرشاية كبيرة، هاي وين الثانية؟ بعرف وين الثانية. أوكي رح أخذ فرشاية كبيرة ورح أخذ البلاش من نارس نفسه، حطيته الليكويد يدوب، رح أخذ هيك بس شوي لأنه فيه شمر حلو بيعطي هايلايت حلو. اوكي وراح وزعه المكان اللي حطيت فيه الليكود بلاش. اوكي وهلا راح احط مسكره الحواجب. اوكي وسطن لفوق، اهم شيء هي اسحبها هيك لفوق عشان تعطي سحبه للعين. نفس الشيء هون. اوكي سو بقي الماسكارا والشفايف، رح احط ماسكارا من هودي بيوتي 1 كوت واو. اوكي ما رح كتر، هو اوريدي هاي الماسكارا يعني ثقيله انه دغري بتطول يعني ما شاء الله عن جد 1 كوت. اوكي بس بدي فرفد الرموش، ما بحب يطلعوا مكبتلين. اوكي وهلا على العين الثانية، وما راح احط مسكرة من تحت، ما بحب صايرة ما يعني عم بترك عيني من تحت فاضية، انه بس كحلة خلص. اوكي
تمام. ترى اوكي هلا للشفايف عم استعمل هاي من ميك اب فور ايفر قلم. اوكي لا بده لازم بريق سو راح اعلم الشفايف من فوق. من تحت اوكي راح لون الاطراف هيك. اوكي اوكي سو لونت شوي من هون بس تركت النص فاضي تمام. هلا راح افرجيكم شو راح اعمل. بدي الفانسي ليب جلوس الشفاف و التنت. سو بس راح لك التنت. اوكي تنت من بنفيت. اوكي حطيت التنت بالنص. لحظة ضبط الرسمة. اوكي وبعدها الليب جلوس. وهيك منكن شو هاي عملت نغمة مع هاي انه هيك بكون خلصنا. عم فكر اني اعمل اوكي شوف الاختراعات. عم فكر اني هذا اخذ دبابيس الشعر اخذ هدول الخصال الغرة يعني. اوكي لحظة اربطهم مع بعض سريع. اوكي اخذ هدول الخصل من فوق يعني تاج الراس هير ذا كراون ذا كراون اوف ذا هيد يعني. اوكي راح بكله بعدين راح اخذ هدول لورا. شو رايكم؟ اوكي خلينا نكمل نشوف وين راح نوصل. راح حط دبابيس سامبا اتعلم يعوي وما وقف. اوكي منيح. وهاي نفس الشيء راح اخذها و اخذ معها هاي. لا ثواني شوفوا شفتوا كيف بخترع. بعد بفكر وبحلل وبعمل تحليلات مع نفسي. اوكي خليني اشيل البكال وراح اخذ الخصلتين هدول واربطهم مع بعض. هشيل هدول الشعرات كمان خليني نشوف شو عم بعمل بحالي انا. اوكي هلا بدي مطاطه صغيره. اوكي وهي هي النتيجه.